مشاهدينا بدنا نتقدم بأحر التعازي للمصريين عموما وللأقباط خصوصا على الحادث الأليم يلي ألمت اليوم بمصر. تفضل لإلك أندري سويد. هذه مش أول مرة بتخلي ضيف عزيز على برنامجنا لحتى نستمتع نحن والمشاهدين بهالعزف الرائع. أندري هيك ذكر المشاهدين من أي عمر بلشنا نعزف وعلاقتك بالفيولون هالعلاقة يلي كلها إحساس ومشاعر وبتنقلنا إياها بدورك. ثانك يو. أول شيء بلشت بعمر 6 سنين ويعني جرت لوصلت لهون. ليه اخترت الفيولون بالذات؟ اخترت الفيولون صراحة يعني من أنا وصغير يعني بي والعائلة كلها كانت موسيقية وكنت أسمع كتير آلات موسيقية يعني أكتر شيء حبيت صوت الفيولون وحسيت أنه ها هي خلص من أنا وصغير. أندري قدي العازف بيقدر هو يضيف لمسات خاصة له يغير بالنغمات ما بعرف شوف قدي بتقدروا تلعبوا بهالموسيقى وبهالآلة وشو ممكن توصلوا كمان للمستمع يلي عم يستمتع. أكيد كل عازف عنده طريقته بكيف بده يوصل الموسيقى. أكيد اللي بيميز عازف عن عازف هو إحساسه وأكيد التمرين والتكنيك تبعه. يعني جربت انا اوصل قد ما فيي شو بحس من طريقه الفيولون يعني وصلها يعني وصل الميوزك عبر الفيولون. اي نوع من الموسيقى أندري انت بتسمع اكثر شيء وبتتاثر وبتحب انه تعزفها على طريقتك الخاصه؟ هلا انا كثير بحب اسمع كذا نوع من الميوزك. هلا اخر ليتلي يعني عم كثير ركز على الميوزك العربي الجديده لانه يعني كثير انعزف اغاني قديمين حبيت وصل الاغاني الجديد بطريقه العزف الانسترومنتال يعني ما في ليركس. هلا كثير مركز انه اسمع اغاني الانجليش والعربي الجديد ووصلهم بالفيولون يعني باللحن تبعهم بس بلحن ممزوج مزبوط سوا. اللي هو الفيوجن يمكن اللي بسموه فيوجن اللي هي خليط بين الاجنبي والعربي الاجنبي والشرقي. عم نشوف على شاشه ال بي سي فيديو كليب لك أندري خبرنا عن هالكليب. مزبوط هيدا الفيديو كليب اول شيء اسم الاغنيه فيفاتشي هي كانت من تاليفي وهي من بعد ما كتير عملت كوفرز اللي هن أغاني معروفة عزفتهم على الفيولون وكتير لقوا نجاح وحبون كتير العالم كتير طلبوا مني على السوشيال ميديا أنه أعمل غنية خاصة إلي. مثل ما عم تسمعوا يعني جربت أعمل غنية خاصة بعد ما كتير طلبوا مني أعمل غنية خاصة وهون بدي أشكر أكيد الدايركتور فرج عون والبي اون سيت برودكشن وشمس رغدو اللي عم تشوفوها معي بطلة الفيديو كليب واكيد ذا بي براذرز اللي ساعدوني بالتوزيع الغنية. هي غنية يعني فيها حياة مثل ما عم تسمعوا فيها كثير حياة وهي اسمها فيفاتشي اللي بيعني انه هي تيرم بيستعملوه فيفاتشي هو تيرم بيستعملوه بالموسيقى
ليفسروا انه هيدا المقطع لازم تلعبوه بروح روح يعني فيها حياة فيها سرعة. سو حسيت الفيديو كليب والميوزك بيلبقوا لها بيشبهوك على كل حال وبيعبروا كمان عن شخصيتك يعني من خلال العمل بنعرف انه أندري هيك شو شخصيته كيف هي. كمان قدمت عمل للأوركسترا الشرقية وانت كنت السوليست الوحيد مع الأوركسترا. خبرنا عن أهمية هالمشاركة. مزبوط هي الفكرة. أول شيء هون بدي أشكر المعهد الوطني اللبناني برئاسة دكتور وليد مسلم، واكيد شكر خاص لمايسترو أندري حاج اللي متابعني من انا وصغير ومؤمن بموهبتي، وهيدي كانت فكرته انه اعزف مع الاوركسترا الشرقيه. واكيد بدي اشكر الاوركسترا كلها فردا فردا. تضمنت الحفله يعني انا عزفت 6 مقطوعات ومنهم 2 من تاليفي، ولقيت نجاح كثير كثير رائع وكانت السال مفوله. وبدي هون اعتذر من كل شخص اجى وما قدر يفوت، يعني هالقد عن جد بفتخر بهالعمل من احلى الكونسرتس اللي عملتهم بحياتي. كل التوفيق لك أندري سويد. هلا انا وياك بدنا نختم حلقتنا لليوم. انا بدي اتوجه بتحياتي لكل المشاهدين يلي تابعونا بهذا الموسم. نتمنى تكون اضفنا لاوقاتكم اوقات مفيده ومسليه ومهمه. بنتمنى لكم اكيد رمضان كريم ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والصحه والسلام. بنتمنى لكم ايضا صيفيه ممتعه برفقه كل احبه وان شاء الله بتكون اوقات حلوه. انا هون كمان بدي اشكر كل فريق العمل يلي رافقنا بهالموسم يلي ساهم بإنجاح هالعمل وهالبرنامج والموسم من 2016-2017 من بتاح للحياة. بدي أشكر كل فريق العمل من دون استثناء. بدي خص بالذكر نادين نهرة، توني روكوز، دانيال كوزح، بول عاصي المخرج، وتحياتي لألكم مشاهدينا. ومنلتقي الموسم المقبل إن الله راد. بنختم حلقتنا على عزف أندري سويد. أهلا وسهلا فيك، تفضل. يا هلا.